مساء الخير مستمعاتنا مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج فاس. معنا سعداء بلقياكم، واليوم كنتواجدوا بمدينة مكناس وبالضبط بفضاء سهري السواني، هنا فين كاينة فعاليات واحد المعرض زوين ديال الخشب. هذا المعرض هذا هو المعرض الدولي للخشب اللي كتنظموا الغرفة ديال الصناعة التقليدية بالجهة. فتحية كبيرة لكم انتم اللي كتستمعوا لنا فين ما كنتوا، تحية كبيرة ساكنة مدينة فاس اللي كيستمعوا لنا على موجتنا فاس 91.4 مكناس 90.3 ومجموعة من المناطق المجاورة على 89.9. اليوم كنستضفوا السيد رئيس غرفة الصناعة التقليدية السي عبد الملك البوطين، أهلا وسهلا بك. شكرا سيدي هشام، تنشكر شادة اف ام على المواكبة ديالها والتتبع ديالها لقطاع الصناعة التقليدية خصوصا في الجهة ديال فاس مكناس. هذا شرف لنا ومرحبا بك، مرحبا بنا عندك في مكناس بعدا، مرحبا بكم عندنا ايضا من خلال الاستوديو موبيل ديالنا، وكيف ما وعدنا المستمعات والمستمعين اننا غنكونوا حاضرين معكم من خلال هذا المعرض الدولي للخشب. وما تفوتنيش الفرصة، معنا ايضا سي خالد السيب، هو نجار حرفي من مدينة فاس واللي هو عارض اليوم بهذا المعرض. اهلا وسهلا بك سي خالد. شكرا اخ الفضيل، مرحبا بك. تحيه للاذاعه ديال شاد اف ام، والشكر مرحبا بكم مجددا لكم. اليوم ربما غادي نتكلموا على المعرض، غنتكلموا على الفضاء ديال باب المنصور، وغنتكلموا ايضا على الفضاء ديال باب بوجلود، غنتكلموا على مختلف الناس اللي مشاركين في هذا المعرض هذا، غنتكلموا على مميزات هذه النسخه، غنتكلموا على مجموعه الحوايج. اكيد معكم مستمعاتنا مستمعين، احنا معكم حتى الخمسة ديال العشيه. مرحبا بكم انتم اللي كتستمعونا وانتم اللي كتواصلوا معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك فاس معنا على شاده، وفاس معنا سوغ شاده. سي عبد الملك، كي داير اجواء المعرض اليوم؟ الحمد لله اجواء ممطره، ولكن الحمد لله المطر والخير حتى في هذا المعرض هذا، بحيث انه البارح ليله امس انه سجل عدد الحضور 11000 زائر اللي زارت المعرض على حسب هذيك الاله الالكترونيه اللي كتسجل الدخول. وهذا في الحقيقه انه في هذا اليوم، البارح كانت الشتاء واليوم وصلنا لهذا الشيء هذا، فهذا الحمد لله انه كاين اقبال وكاين الحمد لله زوار وكاين حتى شويه ديال الحركه. تنتمنوا انه يكون اقبل، ومن هذا المنبر لابد انني نستدعي جميع الناس انهم يزوروا، مع خلال من 26 حتى 4 اكتوبر غادي يكون هذا المعرض هذا اللي هو فيه ما يتشاف وفيه اشياء جميله وفيه ابداعات ديال الانامل ديال الصناع التقليديين المغاربه. نعم. طيب سي عبد الملك، غنتكلموا ولا غادي نوصفوا بعد هذا المعرض هذا، نذكر من دابا شويه غادي يلتحقوا بنا بزاف ديال الحرفيين اللي من المغرب ومن خارج المغرب، من تونس من الجزائر، ايضا غادي نستضفوا مع الزوار اللي دايزين في المعرض، ربما غنسولهم على المعرض وغنتكلموا من خلال هذه الحلقه بكل عفويه. سي عبد الملك، بغيناك توصف لنا هذا المعرض هذا، ربما من خلال الاثير غننقلوا الصوت من خلال الصوره. هذا معرض اللي هو فيه تقريبا 160 مشارك على مساحة تقدر ديال 7000 متر مربع. نعم. وهذا المعرض هذا اللي هو فيه واحد العدد الجديد، فيه تحف نادرة بشهادة الجميع، بشهادة الوفد الرسمي اللي هو افتتح هذا المعرض يوم الجمعة. هذا معرض يعني احنا كنعتبروه عرس، وبالنسبة لنا هذا واحد اللقاء، واحد الملتقى اللي هو دولي، وحنا كنعتبروه تاريخي. نعم. مناسبة يتزامن مع سيدنا الله ينصره اللي عطى الانطلاقة ديال الافتتاح، عطى الانطلاقة ديال إعادة المدينة مدينة مكناس المدينة القديمة ومدينة مكناس بالبناء ديالها والتجديد ديال المآثر ديالها. وهذه هي، هذا هو واحد السوق اللي هو محلي اللي خصنا نتنافسوا فيه، اللي غادي نكونوا إن شاء الله تعالى عند الموعد مع سيدنا باش نكونوا راه الإشارة باش نصوبوا المدينة ديالنا، وفيها صناع حرفيين. وفي هذا الملتقى هذا كاين واحد العدد ديال التكاوي الآن في الورشات، كاين ندوات اللي غادي نخرجوا بتوصيات اللي غادي يكونوا في المصلحة ديال القطاع والمصلحة ديال الجهة ديالنا.
نعم، وغادي نتكلموا ايضا على هاد الندوات والورشات. سي عبد الملك، انتم كنشوفوا ان هنا كاين فضاء باب المنصور يعني اللي كيمثل رمز مدينه مكناس، وكاين فضاء باب بوجلود اللي كيمثل مدينه فاس. علاش باب المنصور وعلاش باب بوجلود؟ اكيد لانهما ابواب تاريخيه وعندهم يعني واحد عندهم واحد التاريخ اللي هو ثقيل على مستوى المدينتين، لكن بغيناك توصف لنا اكثر شنو الفرق ما بين الصناع اللي كاينين فضاء باب المنصور والصناع اللي كاينين فضاء باب وجلود. لا، هادو غير واحد الابواب اللي هي الرمزيه ديال هذا ديال هاد الابواب خصها تكون، ولكن ما عندناش حنا انه كاين هنا مكانسه ولا نفاسه، لا والو، كل شيء على الصعيد الوطني كلهم مخلطين شي حدا شي، ونتعاون فيما بيننا لا مع جميع الحرفيين. نعم. ديال البلاد ديالنا كاملين، كذلك حنا نفتحنا الجهه ديالنا انفتحت على الصعيد الدولي انه كاينه مشاركه اللي هي دوليه. نعم، وهم دابا شويه غيلتحقوا بنا بالمناسبه، وما تفوتنيش الفرصه نمشي عند السي خالد، كنظن راه جاه البرد ياك السي خالد. اذا السي خالد، بغيناك تكلمنا على الحرفه النجاره شويه، المميزات ديالها، وكنعرفوا ان مجموعه من الحرف للاسف على المستوى الوطني والجهه يعني كاين شي حرف اللي بدات كتندثر، لكن صناعه الخشب بقات هي هذيك. شكرا الاخ. بالنسبه في البدايه بعدا لابد ما تفوتنيش الشكر لوزاره الصناعه التقليديه ودار الصانع والسيد رئيس غرفه الصناعه التقليديه سي عبد الملك ولا اللجنه المنظمه على هذا الفضاء الجميل الرائع. في الحقيقه هو فضاء متميز. نعم، فاق كل المعارض السابقه، وهذا فضل مجهودات ديال كل الفعاليات وكل المشاركين في انجاز هذا المعرض. هذا بالنسبه للصناعه التقليديه او بالنسبه لهذا الفضاء، هو فضاء كيجمع مجموعه من الحرفيين المغاربه. نعم. المتميزين. كل واحد والتخصص ديالو، كل واحد واللمسه ديالو، كل واحد وكيجيب لنا واحد البصمه حرفيه. نعم. فنيه من المدينه ديالو. وهذا دليل على القيمه ديال الصناعه التقليديه الحرفيه الخشبيه بالمغرب. نعم. التي تتميز على باقي الدول ربما العالميه في المجال الفني اليدوي. في الفن فقط او حتى في الجوده؟ مثلا واحد النوع ديال اللرز كنظن ما كاينش في جميع الدول. هو دائما ملي كنتكلموا ملي كتدخل على البدايه ديال الفضاء، الا وكتلقى الخشب المتواجد هنا كل فضاء يتميز بالجوده. نعم. والناس اللي موجودين هنايا كل واحد له جودته وله مميزاته. اذا الفضاء هو فضاء الجوده بالدرجه الاولى. نعم، باش نكونوا واضحين ما فيهاش شك. نعم، هذا الجانب الاول. وهي فرصه، هذا الفضاء هذا هو فرصه لتسويق المنتوج، وفرصه كذلك لتبادل المعرفه الحرفيه. نعم. لانه ملي كيكون صانع تقليدي كيجيب واحد المنتوج ديالو، الا هو الاول راه كيدير زياره للمعرض وكيشوف المستوى ديالو هو ديال المنتوج ديالو مع المنتوجات الاخرى. نعم. وهذا هو اللي كيزيد التحفيز وتطوير وضمان الاستمراريه ديال هذه الفنون التقليديه المغربيه. نعم. طيب، وربما حنا كنتكلموا على الحرفه ديالك، كنشوفوا كل واحد تبارك الله عنده شكيل، وكل واحد عنده لويان، وكل واحد عنده نقص في الشكل. فهنا واش 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 كل حرفي عنده واحد تخصص في الحرفه ديالو، ولا هذه الحرفه هذه كل واحد كيدير داك الشيء بالابداع اللي كيبغي؟ هو كتجمع بين جوج. نعم، اولا المهن ديال الفن الخشب كما كتشوفنا في المعرض هي في واحد المجموعه ديال التخصصات. ربما الى جينا الحصيوري تلقى واحد 40 ل 50 تخصص. نعم. اذا هذا يبرز ان المغرب يتميز بالفن اليدوي ديال الصناعه التقليديه. فيما يخص كما قلت قبيله الحرف المودده بالانقراض، ان هنا مجموعه من الحرف اللي كانت ديجا مودده بالانقراض وعملت على والان رجعات بدات كتحيا حاضره في الوسط الحرفي. وهذه الحرف المودده بالانقراض هذا طبيعي لان العالم يتطور ويتطور بآلياته، ومي كيكون التطور هذا بالآليات ديالو الا هو ضروري ما كيكون مفروض الانقراض على مجموعه الحرف. ولكن حنا كمغاربه كحرفيين كوزاره. نعم. كغرفه كمؤسسه منتخبه مثلا او وزاره بصفه عامه، الا وراه كتراعي هذا الجانب هذا ديال الحرف المودده بالانقراض وكتعمل على المحافظه ديالها وتحصينها، او على الاقل توثيقها وتدوينها للحفاظ عليها وتطويرها. نعم. كذلك. وهذا يعني داخل في الحفاظ على التراث يا كسي عبد الملك. نعم. يعني المحافظه على التراث هي هو امر مهم في الحرف التقليديه بصفه عامه. ايوا، الثقافه المغربيه والتراث المغربي فهو تيبدا من الصناعه التقليديه، هي الدرجه الاولى اللي هي كتحافظ على الصناعه على التراث، هي الصناعه التقليديه والفن. نعم. وحتى الصناعه التقليديه فهي فن
اللي هي عندها واحد الانواع وسيرتو الخشب اللي هو عنده واحد العدد المراحل وعدد ديال التخصصات كما قال المعلم خالد، واحد العدد ديال التخصصات، كل تخصص وله مميزاته وله البراعه ديالو وله الابداع ديالو. نعم السي عبد الملك، واحد الامر اللي كيشغل بالي وانت يعني ديما كدوز معنا من خلال البرنامج، انت يعني في الاصل واش انت صانع تقليدي؟ انا صانع تقليدي ومعلم نجار وعندي الرواق ديالي داخل هذا الفضاء هذا. يعني انت كرئيس ديال وانت ايضا عندك الرواق ديالك تبارك الله عليك، وربما الناس اللي بغاو يجيو يزوروا هذا المعرض بالمناسبه اللي هو كيتواجد في مدينه مكناس بالضبط في فضاء السهري السواني، فمرحبا بكم. كاين شويه ديال البرد، كاين شويه ديال الشتاء، لكن الداخل كتحس بالحرف وكتحس بالصناعه التقليديه وكتحس بالحراره ديال خشب الارز بالطابع المغربي اكيد طبعا المغربي اللي معروف بالبصمه ديالو، معروف بالثقافه ديالو، وهذا الا تعبير على الثقافه ديالنا وتعبير على هذه الحرفه ديال الخشب. فاكيد حنا دائما معكم على شاده مواصلين، ونذكروا معنا السي خالد السيب ومعنا وحرفي، وايضا معنا عبد الملك البوطين رئيس غرفه الصناعه التقليديه. ومن دابا شويه غادي يلتحقوا بنا ايضا الناس الزوار اللي دايزين، ربما غادي يكونوا معنا ايضا شباب، غادي يكونوا معنا اطفال اللي جاوا مع العائلات ديالهم، الاطفال اللي جاوا مع الناس ديالهم من دابا شويه ايضا غيجيو غيحضروا معنا، العارضين اللي جاوا من تونس اللي جاوا من الجزائر باش يتكلموا على مميزات هذه الحرفه، هذه مميزاتهم هما كحرفيين وكمهنيين، جاوا لمدينه مكناس وبالضبط جاوا المغرب باش انهم يديروا هذه الاكسبوزيسيون. سي عبد الملك، غادي نواصلوا الحديث ديالنا على المعرض وغنتكلموا على الورشات والندوات اللي انتم دايرين لفائده من، علاش وشنو هو البرنامج؟ كاين دابا السبت والحد كاين ورشات تكوينيه بالنسبه لاعضاء الغرفه، وعندنا غدا ان شاء الله الاثنين كاين موعد ديال الجمع العام ديال غرفه الصناعه التقليديه في قاعه الندوات، وكذلك بعد غدا والاسبوع كله كاين ندوات اللي هي تتكلم على الـ على الـ على شجره الارز وعلى الخشب وعلى صناعه الخشب منذ القدم وعلى التطور ديالها وعلى المحافظه على البيئه وكيفاش ان هاد نستغلوا هاد الغابه هادي بلا ما نضروا بالبيئه. كاين واحد العدد ديال التكاوين اللي غادي تكون ان شاء الله تعالى. نعم مع اساتذه باحثين ان شاء الله تعالى. نعم وهذه الورشه التكوينيه هي لفائده العارضين اللي هنايا، العارضين وكذلك كاين ورشه تكوينيه بالنسبه للتسويق وكيفاش يسوقوا وكيفاش يبالي وكيفاش واحد العدد ديال 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 المميزات اللي خص العارضين انهم يستافدوا منها، وهذا هو الهدف من هذا من هذا المعرض. نعم وفي المدخل ديال المعرض بنت لي واحد لاصين سهرات فنيه يوميه. سهرات يوميا يوميه. نعم كاين نعم. سهرات يوميه اللي غادي تكون تتكون من 6 د العشيه اللور حتى ل 9 د الليل. نعم ومع الشتا ايوا دابا حنا نطلبوا الله تعالى. كانوا البارح والبارح يعني كانوا هاد الندوات، كانوا هاد السهرات؟ لا كانت الشتاء ما كانتش البارح. اكيد واخا دائما حنا على شاده مواصلين معكم مستمعاتنا مستمعينا، وحنا كنتواجدوا بفضاء السهري السواني بالضبط بالمعرض الدولي للخشب في النسخه ديالو الثالثه. كيحضر معنا السي خالد. السي خالد ربما تكلم لينا شويه على تجربتك في المسار ديالك المهني. من قلت لي نتكلم على تجربتي في المسار المهني، اولا عندي ما ازيد من 44 سنه تبارك الله حرفيه، وانا سعيد باش كنكون في هذا الفضاء، وسعيد جد احد المعلمين اللي كبار اللي معنا السي عبد الملك. نعم. اللي شاركنا نعم. قديم مجموعه من المعارض. نعم. وهي فرصه في الحق، هذه المعارض هي فرصه لصله الرحم بين الحرفيين. نعم وفرصه للتواصل والتعارف وربما تبادل الافكار ما بين الحرفيين والخبرات والتجارب. التجربة ديالي بالنسبة للمعارض هي فرصة لتحفيز الصانع التقليدي. نعم. والترقية ديالو من حسن إلى أحسن. نعم نعم. لأن عدد الصناع التقليديين في الأول كيدخل للمعارض منتوج متوسط، ملي كيدخل ويعرض كيشوف منتوجات أحسن منه، السنة اللي موراها أنت كتفاجأ في المعرض ديالو كيفاش تطور بسرعة. لأنه ملي كيشوف كيدير النفس وكيشهد وكيحاول يبدع. هذا الجانب الأول. بالنسبه لتجربتي انت فين بديتي؟ فين عشتي؟ اولا انا كبرت في مدينه الصناعة. فاس مدينه فاس وتعلمت الصناعه بمدينه فاس، واضافه الى المشروع ديالي المهني فانا كاتب حرفي تبارك الله، وعندي مراجع
اللي كتعتبر اولى المراجع في العالم العربي الاسلامي حول الزخرفه في البناء المغربي. ويوم الثلاثاء ان شاء الله غادي نقدم محاضره حول زخارف الخشب المغربي. نعم. ومنا كنشكر السيد الرئيس. وهذا الشيء يكون في اطار المعرض. في اطار المعرض. فعاليات المعرض. اللي كنتمناكم تكونوا حاضرين معنا فيها في التغطيه ديالها. مرحبا، حنا دائما معكم. لانها فرصه جميله غادي تكون ان شاء الله. والجميل فيها هو المعلم اللي كيقدم المحاضره، ماشي استاذ جامعي، ماشي باحث. نعم. ولكن باحث انحرافي واكاديمي. اذا هنايا اللي بغينا نعطيو واحد الصوره ان الصانع التقليدي هو في حد ذاته ماشي حرفي فقط. نعم. بل هو باحث، بل هو كاتب، بل هو الذي يصنع التراث. هو الذي يصنع التراث. التراث ملي كنزوروا المآثر التاريخيه المغربيه من عهد المرابطين والسعديين الى يومنا هذا، الا شكون يصنع ذاك التراث؟ فهو صنعته ليد العامل الحرفي. نعم. للصانع التقليدي. نعم. فالصانع التقليدي هو دائما يبدع ويوثق ويدون الثقافه المغربيه بوسيله ما، الا وهي وسيله الخشب والفن اليدوي ديالو. نعم نعم. وربما فاش ذكرتي المآثر التاريخيه، اذا ذكرنا مدرسه العطارين، ذكرنا مثلا البوعنانيه، ذكرنا يعني اغلب المآثر اللي كاينه في مدينه فاس او ايضا في مدينه مكناس، فهما كتلقاهم فيهم واحد اللمسه ديال الزخرفه الخشبيه. عندي سؤال، شحال هذه كنشوف واحد النوع ديال الخشب اللي ربما سنين طويله، 100 سنه و 200 سنه ومازال هذاك الخشب كيف ما هو. الان كاين واحد النوع ديال الخشب، انا ما عنديش العمل ديالي اكثر بالانواع ديال الخشب، شنو السبب؟ ولينا كنشوفوا الخشب ما كيصبرش. هو ماشي قضيه السبب، هو خشب مازال اللي كان، هو مازال دابا ومازال اللي العامله هي دابا. نعم. غير نظرا للتطور العصر، هذا هو ذاك الخشب اللي كيجي مستورد. نعم. من الخارج، فكل واحد، وعندنا في المغرب الحمد لله حرية الاختراع، حرية التعبير. إذا هنا ولا المواطن المغربي كياخذ الخشب اللي كيبغي من السوق. إذا السوق المغربي متوفر على أسواق. نعم. على أخشاب مغربية وأسواق خارج المغرب. نعم. فله الاختيار. إنما اللمسة المغربية ديال الخشب الأرز. نعم. اللي كيتعتبر هو سلطان الخشب المغربي. لأن لكل مجتمع سلطانه، وسلطان الخشب المغربي هو خشب الارز. نعم. اذا خشب الارز لا زال حاضرا. نعم. وهنا لا تسي للرواق ديال السي عبد الملك، في الحقيقه. نعم. عنده تحف كلها بالارز. نعم. ودير واحد اللمسه ديال التراث، واحد اللمسه فنيه اللي صراحه كيتميز بها بواحد الشكل كبير، وكتميز بها مدينه مكناس. نعم. بداك الخدمه ديال خشب الارز على عظمه. في حين باقي الاروقه كتلقى مختلفه، كاين هناك تمييز، ولكن اغلب الاروقه فيهم خشب الارز. نعم. اللي مطبوع، اللي منقوش، اللي مزوق. هنا نسول السي عبد الملك ربما على نوع الخشب السي عبد الملك ديال الارز، واش هو كيجي من اي مدينه، واش من بلاصه، فين كيكون؟ ما يميز هذه المدينه ديال مكناس على انه وصلت يمكن اللي نقول لك العالميه من ناحيه الخشب. نعم. وهو القرب ديالها لغابة الأطلس. نعم. إذا والقرب لغابة الأطلس أعطات واحد المعلمين ديال 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 المدينة واحد القوة في التكوين. نعم. ودابا إلا لاحظتوا سي زدي هشام أنه جميع الممرات اللي هما الآن كلهم مسميين بكبار المعلمين. ولا بد أن هذه الوقفة هذه أن الإنسان يذكر بعض المعلمين اللي هما في الحقيقة كانوا مدارس قائمة الذات. بحال المتحف هنا الأستاذ بلغازي للتجارة. هذا المتحف ديال السي بلغازي. أه. عبد الإله. كاين المعلم حاج محمد بن الزين بن تيجاني اللي هو بن الزين الكنية ديالو اللي معروف. نعم. بن تيجاني. كاين المعلم عبد الكريم البوعصامي، كاين الحاج رزقي، كاين الحاج العربي الزياني، كاين واحد العدد كبير ديال المعلمين اللي هما كانوا رائدين. ومعكم كامل الاسف ان ما بقاش كان معلم مدرسه. نعم. بذاتها انا تعلمت على يد معلمين، وزعما بكل صدق ان هاد الاسماء. طيب. ديالهم كتعلق. نعم. والدموع تيجيوني في عيني، لانه كل معلم تيخرج 30 40 معلم كلهم تيخرجوا للسوق. طيب سي عبد الملك، ربما مازال غادي نرجعوا نتكلموا معاك على تجربتك انت ايضا، وغنتكلموا على المسار ديالك المهني. كنشكرك سي خالد السيب على حضورك معنا
أهلا وسهلا ومرحبا. شكرا لكم وشكرا للسيد الرئيس وشكرا لكل المستمعين الكرام. شكرا لكم دائما مستمعاتنا ومستمعين، احنا مواصلين معكم اللحظة غادي نمشي ونبقاو مع فاصل إشهاري ثم فاصل موسيقي ولا نعود بإذن الله. رجعنا لكم مستمعاتنا ومستمعينا، دائما مرحبا بكم على شادة، وحنا كنتواجدوا في المعرض الدولي للخشب في النسخة ديالو الثالثة. هذا المعرض اللي حاضرين فيه مجموعة من الصناع التقليديين اللي من المغرب ومن خارج المغرب، ومازال حاضر معنا السي عبد الملك البوطين هو رئيس الغرفة ديال الصناعة التقليدية. عاود لك سيد الرئيس، مرحبا بكم. ربما كاينش فيه البرد ياك؟ لا مزيان هذا البرد هذا، الحمد لله والشتاء تبارك الله ما شاء الله. اكيد حاضر معنا ايضا سي زياد الزاوي، هو ممثل الوفد ديال الصناع التقليديين اللي جاوا من تونس، هو مدير تنميه الكفاءات في الصناعه التقليديه. اهلا وسهلا بك. وبك عايشك، كلشي بخير الحمد لله. الحمد كيف جات، كيف جيتي من تونس؟ والله شوف نقول لك، فرصه ممتازه وفرتها لنا الغرفه، غرفه الصناعه التقليديه جهه فاس مكناس، فرصه نعم. ممتازه من شاركنا تونس لاول مره في معرض مختص في الخشب. ما نعرفش كان في بالكم ما فماش معرض مختص في الخشب في شمال افريقيا الا 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 كنلقاو ربما معارض مختصه في حرف، معارض مختصه في نوع من الصناعات، لكن باش نلقاو معرض مخصص في حرفة واحدة. صحيح. صحيح. يعني هذا جميل. صحيح. وربما إلى وافقني رأي، أكيد غيوافقنا السيد الرئيس في هذا الرأي، أن فاش كيكون معرض كيتخصص في نوع من الصناعات فربما من هذا المعرض كتبين مميزات كل واحد. صحيح. وانت في الفلوتيغا يعني انت حاضر في هذا الشيء اللي كاين بالضبط، من كيكون هذاك تشوف خاصية ديال كل جهة وكل هي الحرفة وحدة. نعم. ولكن الألوان كثار، كل جهة عندها اللون ديالها وعندها الفن ديالها وعندها اللمسة ديالها. نعم. سي زياد نتكلموا معك، جيتي جا معك الوفد من 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 تونس، شكون يستقبلكم هنا؟ فين نزلتي؟ وعودينا شوي على الرحلة من تونس إلى مكناس. تونس مكناس، الغرفة غرفة الصناعات التقليدية. نعم. بصدق على مستوى التنظيم كان تنظيم جد محكم. نعم. ملقينا حتى إشكال. ملقينا حتى إشكال حتى على مستوى التنقل، على مستوى الإقامة، وخاصة على مستوى المعرض. احنا يهمنا سيرتو الجانب الجانب التقني. نعم. على الأقل حرفيين زملائي اللي هم مختصين في النجارة زادوا تأكدوا من كون المغرب في اختصاص خشب، اختصاص الخشب تقعد عندها ديما أسبقية، إن سوبريماسي. احنا في تونس كنقولوا نجارة. نعم. نحن نقولوا النجارة، كنقولوا نجارة نقولوا المغرب، كنقولوا جبس نقولوا المغرب. نعم. كنقولوا الزليز نقولوا المغرب. وفي اختصاصات احنا متميزين فيها. لكن احنا متميزين على مستوى إقليمي، المغرب متميزة على مستوى دولي في المجال. نعم. هذا وزدنا تأكدنا من خلال المعرض هذا كنا تقعد المغرب مرجع ممتاز في اختصاص الخشب. نعم، هذا امر مهم، وغنصلح الفكره مع ديال النجاره مع السيد الرئيس. حنا كنقولوا النجاره هي داك اش كيقولوا له، هي النجاره هما اللي شيت اللي كيخرجوا من الخشب دوك النجاره، اللي كيداروا بالمناسبه في المدخل ديال الحوانت في المدينه القديمه فاس وفي مكناس. حيت يكون الشتا بحال هكا اللي كتشرب الماء. احنا في تونس حرفه النجاره التقليديه. نعم. هي حرفه صناعة الخشب. نعم. مرحبا. إذا معنا دائما سي زيد، أنت جيتي لمكناس، العارضين ديالكم شحال تقريبا بكم أنتم في الوفد؟ ثلاثة حرفيين. لكن من الحرفيين المتميزين في المجال في الجمهورية التونسية. نعم. أنتم مش من المدينة في تونس؟ إذا أنا من تونس العاصمة. زميل حرفي في اختصاص النجارة في اختصاص خشب الخشب. صناعة الخشب من ولاية ريانة. اللي هي ولاية راقية من حيث الصناعات التقليدية الخشبية. نعم. منطقة ريانة معروفة ياسر بالنجارة التقليدية الراقية، ومن المهدية. مهدية هي مدينة عندكم في تونس. أيوة جهة. نعم. كاملة معناتها الولايات اللي معروف فيها الاختصاص. نعم. معروف في الاختصاص. مرحبا. طيب أنت كترأس هذا الوفد هذا، كتزور ربما مشيتي لدول أخرى، ربما مشيتي لمناطق أخرى، مشيتي لمعارض أخرى على المستوى الدولي، أنا كنتكلموا على المستوى الدولي، ففي نظرك أنت ما هي مميزات هذا المعرض؟ بكل صراحة. بصراحة؟ نعم. صعيب باش تلقى تجمع نتاع حرفيين في اختصاص في الخشب كما ديرتوا لهنا. نعم. خاصة أنه حبينا ولا كرهنا، هو سيفري سي ان سالون انترناسيونال، لكن الثقل نتاع فاس مكناس هو فهمتني. نعم. صعيب باش تلقى نخبة متميزة في منطقة.
بالمستوى هذا، معناتها وكأنه المنتوج اللي موجود هنا يحقق لوتو سيفيزونس نتاع شمال افريقيا في اختصاص الخشب. في اختصاص الخشب صعيب باش تلقى تجمع مختص في الخشب في منطقه سي تري ديفيسيل. احنا نجارة نتاعنا مثلا صناعه الخشب موزع على 24 ولايه، صعيب ياسر باش نلقى اون دوزان دو مينويزي من اكبر ما ثم في جهه انتم هنا موجوده، معناتها تستحق تسميه ولايه الخشب ولا جهه الخشب هي جهه هذه. نعم، مرحبا بك في المغرب ومرحبا بك في مكناس. كنظن سي عبد الملك راه قايم بالواجب من الله يفيكم، ونبغيو انكم تاخذوا صوره على الصناعه التقليديه مزيانه ديال المغرب، وربما هنا فين كنتكلموا على البوشه اوغي، هنا فين كنتكلموا على التسويق ديال هذا المنتوج ديالنا في دوله اخرى، وهنا فين كنتكلموا على المعارض الدولي. بالنسبه لنا احنا في تونس ما تنجمش تقولها هذه، على خاطر اعظم النزول اضخم النزول اللي عندنا في تونس. نعم، من حسن حظكم. نعم، تزويقها تزويقها كسوة على مستوى النقش على الخشب، وإلا التزويق متاع الأسقف مغاربة. نعم، وجات وقت المغاربة ما عاش يجيوا لتونس، ولات عندنا مشكلة، ولينا نحاول نقربوا المغاربة باش نتعلموا صنعة خاصة متاع الجبس. نعم، والرسم والتزويق على الخشب. معناتها احنا في تونس في أهم النزول مش تلقى المغرب موجود في الحمامات، في نابل، في تبرقة. نعم، وفي الجزائر ايضا السي عبد الملك كنشوفوا بزاف ديال الحرفيين اللي مشاو لتونس ومشاو للجزائر كيخدموا في هاد الدول باش انهم كيبدعوا في صناعه الجبس والخشب. بلينا كاين السوق موجوده، وهذه الحمد لله ميزه، لانهم هاد الحرفيين هادو انهم تيمشيو تيزوروا جميع ماشي غير شمال افريقيا، حتى دول الخليج، حتى اوروبا، انه كيمشيو كيديروا خدمه. ولكن لابد ان واحد الشهاده أن حتى الإخوة الحرفيين التونسيين عندهم منتج جودة عالية، عندهم واحد اللمسة خاصة بهم، ولكن يعني كاين عندهم حتى هما حرفيين ممتازين في النجارة. نعم، سي عبد الملك البوطين غنتكلموا على هاد لي ستوند اللي كاينين، واش هما كيتكراو لهاد الحرفيين أو كيتعطاو أو لا؟ هذه النسخة الثالثة تتعطى بالمجان، مازال خلصتها واحد الحرفيين، ولكن لأنه هذا المعرض هذا لابد بالمناسبة باش نذكروا بالشركاء ديالنا. نعم، اللي كيعاونونا باش قدرنا هذه الغرفة دير هذا المعرض. كاين مجلس الجهة، مجلس مدينة مكناس، جامعة الحضرية مكناس، كذلك مجلس مشور السينية اللي عطينا الأرض هنايا. نعم، ومجموعة يعني ديال الوزارة الوصية، يعني هادو كلهم شركاء اللي هما انهم، ولكن يظهر لي على انهم دابا سنتين غادي يولي على انه هذا المعرض هذا تنديروا التوطين ديالو. نعم، باش غيولي انه كيخلص بنادم واحد المشاركة رمزية باش يمكن خاصة وإلا مشى حتى يعني كما كنشوفوا دابا الآن بزاف ديال الناس كيدخلوا مع الباب ديال المعرض، وحنا كنتواجدوا في المدخل ديال المعرض، وربما الناس اللي كيستمعونا من خلال شادا اف ام تحيه كبيره لكم، وحنا كيف ما وعدنا الناس ديال مكناس اللي ربما من خلال البرنامج هو سميتو فاس معنا، الناس ديال مكناس كنحس انه كيبقى فيهم الحال. لا، حنا ما واخدينش اسم برنامج فاس فقط اسم، لكن حنا كنتكلموا على الجهه، كنهتموا بالجهه، كنهتموا بالمواطن، نحن هنا من اجل المدينه وخدمه الساكنه، وهذا هو الشعار ديالنا. سي عبد الملك، وحنا كنتكلموا على الوصف ديالنا المعرض هذا، الا شفنا قبلتنا قبلت الباب كاين تما واحد الحرفيين، واش هذوك تيخدموا؟ هذوك تيخدموا تيعطيو جميع الاختصاصات ديال الحرف ديال النجاره. نعم، كنديروا الديمونستراسيون تما، تنديروا التنشيط. نعم، باش جميع الوليدات وجميع العائلات وجميع الناس الزوار انهم يعرفوا المراحل اللي كيدوز منها الخشب. نعم، دائما احنا على شاده مواصلين معكم. سي زياد، شي كلمه في حق المعرض، اخر كلمه، وفي حق السي عبد الملك، وايضا في حق مدينه مكناس. هو اهم حاجه تتقال. نعم، يمكن انا باش خارج كنتيجه لهنا من المعرض، مش نحكي على المعرض تبارك الله كتشوف، معناتها سي احنا في المهنه نتاعنا في تونس كما في بعض الدول العاديه. نعم، تحمل مقترحات المهنه، هو مثله الحرفيين، تقول انتم عامل صناعه تقليديه يجيبوا مقترحات. اكتشفت كونه في المغرب المهنه تحمل مشروع مش مقترحات. نعم، المهنه حامله مشروع، وهذا مكسب كبير للمغرب، ونحاولوا احنا توا نحاولوا مع الغرفه مش نعم، وايضا مع الوزاره الوصيه، مع الوزاره، مش المهنه نتاعنا تولي في مستوى المهنه في المغرب وتحمل مشروع كامل. خاطر المقترح سهل انك تقترح
تخفيض في سعر الخشب، بعض إجراءات على مستوى التصدير سهلة. أما كونها مهنة تحمل مشروع متكامل هذه حاجة خارقة العادة، لأول مرة لاحظتها كي جيت المغرب. نعم. زرنا برشا دول أما في المغرب موجود. نعم. وهنا غنتكلم على الجودة ديال الصناعة التقليدية. بكل صراحة الحرفي أو الصانع التقليدي بصفة عامة ما بقاش كيعطي الجودة اللي كانت شحال هذه. أنا لا أعمم أقول البعض، لان انا شخصيا وبحكم يعني تجارب الاصدقاء، مثلا كتمشي مثلا للجلد، صناعات الجلد مثلا، كتاخذ مثلا واحد الجاكيطه ربما ما كتلقاش، ما مخدوماش بلا كاليتي، يعني بالجوده اللي خاصها اللي كانت تتخدم بها شحال هذه. وهذا راجع للسوق، راجع للمتطلبات السوق قبل هذا وتي قبل هذا، لانه على حسب الثمن. نعم. وعلى حسب شنو الزبناء، ماشي كلهم كيف كيف. نعم. كلهم عندهم نفس الذوق، نفس الثمن، نفس كذا. هذا هو اللي تيكون اختلاف. وحتى دابا الا درتي اروقه ديال المعرض كتلقى الحاجه اللي هي ما تنقولوش خايبه، ولكن بثمن رمزي الثمن ديالها قد الجوده ديالها. وهذه نقطه مهمه اللي ربما هنا غنتكلم معاك استاذ على تسويق المنتوج. نرجع للجوده باش نعطيك راي المقارن. اكيد الجوده نتاع منتوجات الخشب. نعم. منتوجات النجاره اللي حسب ما شهدت راهي الجودة ما نقولش ممتازة، لكن في المستوى بالنسبة للمنتوجات المغربية اللي قاعد نشاهد فيها لكورة. نعم. والجودة في الأشغال الكبيرة اللي تعملت في تونس بالنسبة لنا نعترفوا بالجودة متاع المنتوج المغربي، خاصة في الأشغال الكبيرة متاع الديكور والديزاين وزيتسوي. نعم. معناتها بالعكس احنا يمكن هذه كنتم تعرفوا خير منا، احنا بالنسبة احنا منتوج مغربي هو منتوج جيد. يعني وزاد المعرض زاد أكد لي كون المنتوج المغربي يقعد منتوج جودة متاعه محترمة بالمقارنه لاسواق اخرى بصراحه. نعم. وانا غنجي لك تفضل. بالنسبه للترويج التسويق التسويق مربوط بقطاع السياحه. الترويج في تونس تقريبا حتى مربوط تقريبا بقطاع السياحه، يتطور قطاع السياحه يتطور الترويج، يتقلص قطاع السياحه يتقلص الترويج. داكور. الا انه تونس كما المغرب ولينا نحاولوا نلقاو اسواق نتاع تصدير. نعم. مش نتجاوزوا القطاع السياحي، وهذا قاعدين لاحظوا فيها على مستوى هذه المنتوجات الاختصاصات الاستراتيجيه. الخشب اختصاص استراتيجي، الفخار اختصاص استراتيجي، الخزف كيف الاختصاصات هذه عند اسواق كبيره على مستوى التصدير. ومعارض في الخارج ما نتلاقاو مع الحرفيين في المغرب في فرنسا مع المغاربه، نتلاقاو معهم في برلين في المانيا في كل معرض في اسبانيا. جماعه معاش معمل على سوق السياحيه برك، قاعده تلوش في صفقات بتاع تصدير الذي كتضمن لك بحوله الاستمراريه نتاع تسويق المنتوج. نعم. هنا نتكلموا على الوزاره الوصيه، وزاره السياحه، وايضا وزاره الصناعه والتقليديه وكاع الشركاء. خاص ربما يكونوا مشاريع اللي تكون ان كولابوراسيون، يكون واحد التكامل ما بيناتهم. يعني لما كتكون الجوده ديال الخدمات السياحيه، ولا كانوا كيتكلموا على نتكلموا فقط على السياحه الداخليه، يعني الا كانوا فنادق في المستوى على مستوى الجهه وكاين تحفيزات باش ان مثلا الناس يجيو ويشوفوا مدينه مكناس او مدينه فاس او مدن اخرى او مدينه مراكش، فهكا غيجيو ناس اللي من مدن اخرى ومن دول اخرى وغيتعرفوا على الصناعه التقليديه الاصل ديال كل منطقه وكل مدينه، وهكا غيوقع رواج اقتصادي. هنا ناهيك على كنتكلموا على التسويق. فربما لو كان يعني هذوك الصناع التقليديين خاصه الحرفيين منهم يداروا لهم ورشات تكوينيه باش انهم يعرفوا كيفاش يبيعوا راسهم، كيفاش يبيعوا المنتوج ديالهم، كيفاش يسوقوه، كيفاش انهم يستطيعوا يقنعوا لو كليون باش انه يشري عندهم هذا المنتوج. ولا لا سي عبد المالك؟ لانه هذا هو هادو هما التكاوين اللي هما عندنا الان. نعم. هو مع الصناع العارضين انه غادي تكون دورات تكوينيه. نعم. اللي يمكن لهم كيفاش يروجوا ويسوقوا المنتوج ديالهم، كيفاش يديروا التلفيف في بالي والامبالاج حتى هو مهم بزاف، كيفاش يصدروا هادشي. هذا كله كاين في البرنامج عندنا، انه كاين دورات تكوينيه بالنسبه للعارضين في هذا المجال. نعم. وهذه نقطه مهمه استاذ ياك، نقطه مهمه ان نشوفوا مثل هذه المعارض اللي كتكون الحرفيين. بالضبط. نرجع لك بالنسبه لاسواقنا في مدينه. نعم. تونس والاسواق السياحيه، المنتوج المغربي موجود فيه. الموجود. نعم. المنتوج المغربي موجود في اسواق مدينه تونس، في اسواق مدينه سوسه، في اسواق مدينه نابل. الجلد موجود، الجلد المغربي موجود بكميات كبيره ومنتوج مطلوب ياسر. النحاس كيف شو البلغه المغربيه، القفطان موجود. معناتها تقريبا الدوله الوحيده
أبار الدول الأسيوية مش قانونية. الدولة الوحيدة اللي منتوجها موجود يتباع مع المنتوج التونسي هي المنتوجات المغربية. المغربية. معناتها إحنا في تونس ما نحسوش كون المنتوج المغربي عنده مشكلة تاع. ولا برغاني عليكم. كيولي منتوج ديالكم. فوالا. لا ما نحسوش عنده مشكلة تاع التسويق بصراحة. نحسو المنتوج المغربي ما عندوش مشكلة تاع التسويق. ونحسو كون المنتوج صعيب منافسته. صعيب باش تنافس منتوج مغربي لا من حيث الجودة ولا من حيث حتى من حيث السعر. نعم. وبالتالي تصور الوضعية مريحة بالنسبة للإخوة الحرفيين في المغرب، الوضعية مريحة ما عندهمش مشكلة كبيرة على مستوى التسويق. نعم. هنا نتكلم لك على تونس ولا المنازل ديالكم، الديور ديالكم في تونس. فاش كندخلوا للديور ديالكم اللي كنقولوا بحنا كنقولوا حنا الدار البلدية او يعني رياض، يعني دار قديمة، واش كنلقاو منتوجات مغربية كاينة؟ هو خاصة التقنيات. مثلا في ديارنا العربي، في ديارنا العربي نعم. تلقى النقشة حديدة، نعرفوا احنا كون النقشة هذيك نقشة مغربية، كيفاش وصلت للدار ما نعرفوش كيفاش، اما ليفوليسيون هيستوريك تعطيك. نعرفوا كون البيبان مخدومة على الطريقة المغربية، فما تقنيات موجودة على مستوى جبس. نعم. معروفة متاع المغرب. احنا نعرفوها كونها مغربية. شكون صنعها ما نعرفوش، على خاطر الدار تقع عمرها 120 سنة 150 سنة. في أحسن الديار العربي متاعنا في المدينة العتيقة. تلقى اللمسات نتاع الحرفي المغربي، الحرفي المغربي موجوده. وحتى اليوم المستثمرين في قطاع السياحه اللي يعملوا في مشاريع في قطاع السياحه ديما تلقى المغربي عنده اشغال مش عاملها على مستوى التسويق، سواء في الفنادق والا في الاقامات والا حتى في لي سالون دو تي اللي ولاو عندنا القاعات موجوده، ديما تلقى موجود المنتوج المغربي. نعم. ولما يعني كنمشيو في المحلات يعني عندكم في تونس في المدن ديالكم، واش كنقدروا نلقاو مثلا محل تبيع منتوجات مغربيه، مغاربه كيبيعوا منتوجات ديالهم؟ لا في تونس لا ما كايناش. لا في تونس ما ماهوش موجود. نعم. فما مطاعم للاكله المغربيه، بعض مطاعم تبارك الله. نعم. اما مازال ما عندناش مغازه، ما عندناش فضاء لترويج منتوج المغربي. اما هاني قلت لك المنتوج المغربي ان شاء الله تهبط لتونس وتهبط للاسواق. نعم. خليني نقول تقريبا 30% نعم. 30% من المنتوج اللي موجود في السوق، سوق القصبة وسوق زامع الزيتونة وسوق رشيدية 30%. سوق رشيدية بالمناسبة هي مدينة مغربية رشيدية، وإحنا عندنا زادة تنتم عندكم لاحظت تطابق في الأسماء المدن، عندنا رشيدية عندكم تنتم الزيتونة المدينة اللي تكلم عليها القصبة لا المدينة اللي تكلم عليها الأستاذ في المهدية. المهدية عندنا هنايا مدينة المهدية. مدينة المهدية أكيد بزاف ديال الاسماء. ورغم انتم ما جاوكمش الفاطميين أه؟ جاو ما جاوكمش الفاطميين. حنا بعدا كنعرفوا المهديه السي عبد الملك. وعلى اين حنا دائما على شاشه مواصلين معكم مستمعاتنا مستمعين انتم اللي كتستمعوا لينا. سي زياد شي كلمه اخيره. بصراحه هي ما فماش قطاع يقف وحده راه. نعم. الدوله ورجال رجال ونساء بطبيعه الحال. نجاح المعرض، نجاح المعرض. نعم. والتطور والتطور بتاعه من دورة لدورة، خاصة كي ياخذ البعد الدولي يدل على كونه في عباد افونغارديست، عباد تقدميين. السيد رئيس الغرفة كما كنت نحكي هذوما أشخاص حاملين مشاريع الدولة تعاون فيهم، الدولة مشكورة. ورينا السيد وزير السياحة كي جاء الحماس نتاعه والأهمية اللي أعطيها الصناعة التقليدية أهمية متميزة، هذا ما ليش معطي كان نجاحات. ومتأكد المعرض هذا مش يوصل لدورته 30 و 35 أنا متأكد بحول. نعم. الله إن شاء الله. ومتأكد أنا أقول البعد البيداغوجي اللي مش يجيوا المعرض هذا من الدول الأجنبية مش يستفادوا هما، خاصة تقنيا عبارة على وكأننا موجودين في مدرسة توا وقاعدين نتعلموا وقاعدين نشوفوا وقاعدين اون سي سيتو بارابور المنتوج بتاع الدولة المرجعية هذه، القطاع المرجعي في شمال افريقيا. نعم. سي زياد الزاوي شكرا جزيلا لك، انت مدير تنمية الكفاءات في الصناعات التقليدية من تونس وايضا ممثل الوفد ديال الصناعة الصناع التونسيين، شكرا جزيلا لك. سي عبد الملك البوطي انت مازال معنا في هذه الحلقة، ومازال نذكروا المستمعات والمستمعين احنا ما ناسيش غنتكلموا على المسيرة مهنية ديال رئيس غرفة الصناعة التقليدية عبد الملك البوطين. ونذكروا احنا دائما مستمعاتنا مستمعينا كنتواجدوا بمدينة مكناس بالضبط بسهري السواني في المعرض الدولي للخشب في النسخة ديالو الثالثة. هذا المعرض اللي غادي نستضيفوا مازال مجموعة ديال الناس اللي جاوا باش يزوروا هذا المعرض، وايضا وفود اللي جاوا من مختلف الدول. مازال غنستضيفوا الناس اللي جاوا من الجزائر الجارة، ومازال غنتكلموا ايضا مع السي عبد الملك البوطين على مميزات هذه النسخة. نذكركم انتم
اللي كتشاهدونا ايضا من خلال صفحتنا على الفيسبوك لاذاعه شادا اف ام. شكرا جزيلا لكم على حسن المتابعه، انتم اللي كتستمعونا على www.shadafm.net. حنا دائما معكم. اللحظه غادي نمشيو نبقاو مع فاصل ثم نعود لنواصل. رجعنا لكم مستمعاتنا مستمعينا دائما في برنامجكم فاس معنا، وحنا سعداء بلقياكم. البرنامج اللي كيهتم بجهه فاس مكناس، اللي كيتكلم على كل القضايا اللي كتهم الشان المحلي. نذكروا ان يوم الاثنين ويوم الخميس كيكونوا عندنا مواضيع اللي كنتكلموا من خلالها على كل ما كيتهم الشان المحلي بالجهه. يوم الثلاثاء ويوم الاربعاء حنا كناخذوا شكايات المواطنين اللي كنحاولوا نجاوبوا عليها من طرف المسؤولين. يوم الجمعه يكون عندنا موضوع اجتماعي او ثقافي. دائما علاش هذا مواصلين، نذكركم حنا كنتواجدوا بمدينه مكناس ضمن فعاليات المعرض الدولي للخشب في النسخه ديالو الثالثه. كيحضر معنا كيف ما سبقت وذكرت كانت معنا دوله تونس، الان التحق بنا احد ممثلين الجزائر الجاره سي مولاي عمر عبد المجيد. اهلا وسهلا بك، انت رئيس غرفه الصناعه التقليديه بولايه غردايه. نعم، مرحبا بك. بك واهلا، السلام عليكم. اهلا وسهلا. يعني نشكركم على الزياره، ويعني كنا سعداء جدا اننا نشاركوا في هذا الملتقى وهذا المعرض، وان شاء الله نتبادلوا كثير من المعلومات ان شاء الله. نعم، ومن دابا شويه غيلتحق بنا مره اخرى رئيس الغرفه السي عبد الملك البوطين. ربما فاش كيتلاقى رئيس غرفه ديال الصناعه التقليديه مع رئيس غرفه الصناعه التقليديه لبلد اخر وفي نفس الحرفه، ف صعيب، سي تري غار فين كنلقاو هاد الصدفه كامله، نفس الحرفه بجوج بكم رؤساء غرف من دول فعلا مختلفه. فعلا، طبعا هي كانت التواصل عن طريق نعم التواصل الاجتماعي. نعم، في الحقيقه كانت علاقه مع اتصال مع غرفه مكناس خلال، نعم، شاهدنا بعض النشاطات وبعض يعني كانت ممتازة في العمل الحرفي خاصة هنا في المغرب، فقررنا نديروا عملية تواصل، وكانت مبادرة من عندنا من غردية أنه يشاركوا معنا في معرض صناعة الزربية، لأن احنا عندنا في الجزائر عندنا صالون وطني ودولي خاص بصناعة الزربية، فكنا طلبنا منه دعوة المشاركة، ولكن للأسف كانت المدة قصيرة، ما كاش ممكن ما كاش ممكن باش يجهز نفسه كذا مع نعم الإجراءات هذه. طيب ربما غتكلمنا على المشاركة ديال الجزائر اليوم في هذا المعرض الدولي. بغينا نتكلموا أيضا على مميزات صناعة الخشب عندكم أنتم في الجزائر. نعم، هي في الحقيقة صناعة حرفة الخشب يعني توجد في بعض الولايات، ولكن تفتقد معظم الولايات الأخرى، ولم تلقى الرواج، يعني الرواج كما هو موجود هنا في المغرب ذات جودة عالية. نعم، عدنا بعض الولايات ولكن الحرفيين يعدون على الأصابع تقريبا. نعم، ايضا كيحضر معنا سي محمد عبد الاله بلغازي، هو صانع تقليدي ومحافظ على المتحف بلغازي، وبالمناسبه فهو كيتواجد بهذا المعرض عنده متحف الاستاذ بلغازي للتجاره الفنيه. اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا، مرحبا. احنا فرحانين بهذا اللقاء الطيب مع خوتي الصناع، وهذه السنة مميزة لأنهم كانوا معنا أصدقاء ديالنا من تونس ومن مصر ومن الجزائر. نعم، قمت بعدة معارض مع الإخوان الجزائريين بفرنسا في لوكاروسيل دو لوفر مع الأخ بومهدي في قطع الخشب. نعم، وكذلك في قطع الخزف. الخزف نعم، والمجموعة اللي خدينا هذا العام هذا خذينا على الخشب المنقوش والخشب المنحوت والمخروط والمطبوع، يعني خذينا العهد المارينيين، وخذينا بعد القطاع ديال الأدارسة، وخذينا بعد البنادق التي يعود تاريخها إلى القرن السابع عشر، جميلة جدا، مطعمة بالفضة
والأحجار الثمينة والصدف والعاج من أربع مناطق. نعم. من تطوان، مكناس، ومراكش، وإيدوس ملال ناحية سوس. نعم. هذه منطقة في ضواحي سوس. سوس نعم. بالنسبة للمشاربة المخروط عرضنا واحد القطعة نادرة عهد المارينيين مكتوبة بالخط الكوفي كوفيك جيومتريك، وفيها المشاربي تحدي ديال المشاربي اللي فيه 5 المليم في السمك ديالو مخروط. نعم. يعني ما شاء الله. نعم. وكذلك بعض القطع ديال العهد المارينيين من الشبابيك، وكذلك مجموعه من الحديد المطروق، رموز اللي كتكون في الابواب، ابواب المساجد وابواب القصور كذلك، وابواب بعض المناجل الكبيره كالخرصه ديال البرونز مصنوع مكبوبه من البرونز ومزوقه باليد. وكذلك بالنسبه للحديد المطروق عرضنا هذه الرموز اللي كترمز اللي كت على العين ضد العين، فيها هي اسمها العقربه، وفيها 5 سامبول دو بروتيكسيون، 5 الرموز ضد العين، فيها هي الاسم ديالها العقربه، وفيها الصفيحه، وفيها الحربه، وفيها لو سيربون، وفيها الخمسه، لان ملي كتهضر الرموز بخمسه كتجمعهم كتجي بحال الخميسه على العين، وهي الاسم ديالها كامل بالعقربه. كذلك عرضت بعد المجموعه نادره جدا ديال الادوات ديال المعلم العربي الزياني رحمه الله. نعم. من المعلمين الكبار صناعه الخشب. نعم. دائما الادوات ديالو كان عنده يعني سيتان شاربونتي اللي كان مع الفرنسيين، وخدم عده ديال البيوت في فران، لان البيوت في فران كتصوغ كلها بالخشب وعاد كتغشى او تغلف بالقرمود. خديت 50% من الادوات ديالو، و تقريبا 65 عام عنده ومرض شويه، خديت 50% وخلى الوصيه لابناء ديالو، قال لهم اودي هاد الادوات راه بغيتهم يكونوا عند السي بلغاجي في المتحف، وراني تنوصيكم باش ما تعطيو حتى شي واحد شي حاجه منهم. وبالفعل بعد الموت ديالو رحمه الله عليه اتصلوا بيا الاولاد ديالو وقالوا لي راه عندنا الوصيه بان هذا. نعم. والان الحمد لله احنا عرضنا وسمينا الرواق عليه. نعم. داك الشيء اللي كنشوفوا هناك رواق ديال العربي الزياني. نعم. رحمه الله. وبعد الحرفيين درنا لهم التكريم، القويط ولا بن سلم اليازغي و عبد الكريم. يعني سا نو دون انفي دو فينير بور فوار هاد لو باتريمون ماروكان. نعم. دونك يعطينا لونفي باش نجيو نشوفوا هاد التراث المغربي الاصيل. وايضا غنرحبوا بالصديق ديالنا اللي كنا كنعتذروا من قبل، هو جالس معنا ونظرا مشينا في الحوار، غادي نستقبلوا معنا السي علي زيان. هو باحث زيان، علي زيان هو باحث في التراث المادي واللامادي، وايضا عارض. ولكن السي علي غادي نتكلموا على الاكسبوزيسيون ديالو، لان عنده اكسبوزيسيون من نوع خاص في هذا المعرض، واكيد ما تفوتنيش الفرصه انني نرحب السي علي زيان. هو باحث في التراث المادي ولا مادي، وايضا عارض، واللي عنده واحد المعرض من نوع خاص غادي نتعرفوا عليه. ربما هو كيختلف العرض ديالو على باقي الناس. فمرحبا بك السي علي. مرحبا بك الاخ الكريم، ومرحبا بالمستمعين الكرام. ففي 1931 غادي تحل مدرسه الفنون الجميله، وغادي تقوم يعني ب يعني وضع اليد على مجموعه ديال الحرف، ويعني والتثمين ديالها بالدراسه والتعليم وب يعني بمسائل تقنيه، ومنها غادي يدوزوا يعني للترميم والاصلاحات. فالمعرض كيبرز هذا الدور اللي قامت به المدرسه من خلال مجموعه من الصور كما قلت لك ديال 1912، وكذلك المجموعه ديال الدراسات ومجموعه ديال لي كروكي اللي دارت فرنسا في ذاك الوقت، وكذلك المجموعه ديال الصناع اللي تخرجوا من المدرسه واللي على عاتق ديالهم قاموا بالترميم دوك الرياضات ودوك القصور، ويعني والمحلات الكبيره اللي كتحمل واللي فيها يعني الخشب المعماري، وكذلك مجموعه من الصناعات التقليديه الاخرى. نعم. وانت عندك تصاور قدام هنايا في هذا المعرض، ربما تكلمنا شويه على هذه الصور.
هاد الصور هذا منها يعني الطرف من الارشيف الفرنسي نعم والطرف من يعني من الارشيف المغربي نعم. والطرف كنجيبو يعني من خلال العلاقات ديالنا الخاصه مع مجموعه ديال العائلات الكبيره اللي عندها هاد الصور الخاصه. فهاد المجموعه هذه كتشكل واحد كوكتيل كبير اللي كيوثق هاد الحرفه ومنها مجموعه ديال الحرف نعم. اخرى. فالسنه الفارطه كنا درنا تكلمنا على الاتات وتكلمنا على البينيستري وتكلمنا على القوطه ديال الصناعه التقليديه في المباني يعني العامه وتكلمنا حتى على التراث اليهودي. هذا العام يعني الحمد لله مشينا مع التراث او الخشب المعماري ويعني وحتى في الملصقات الكبيره ديال المعريض وهذا وحتى في العرض ديال السي بلغازي المتحف فمشى كله مع هذا الخشب المعماري. والحمد لله يعني كان واحد التجانس وتناغم ما بين المعروضات لا في المتحف ولا في الرواق ديال الصور القديمه. نعم وهذا الشيء دائما كيعطينا يعني شنقولوا واحد الجرأه أننا نجيو ونشوفوا المعرض الدولي الخشب اللي كيتواجد في مدينة مكناس اللي كتنظموا غرفة الصناعة التقليدية على مستوى الجهة. ونرجعوا عند مولاي عمر عبد المجيد اللي جاونا من الديار الجزائرية. فكيفاش كانت الرحلة ديالكم من الجزائر إلى مكناس؟ طبعا الرحلة كانت عادية جدا نعم يعني ما وكانت ما كانتش عواقب الحمد لله. وبعد الاتصال مع رئيس الغرفة يعني سهلنا المهمة من دار البيضاء المكناس يعني وكان كلش يعني مسير طريق نعم. أحسن نعم نقدروا نقول هي المغاربة مضيافين ياك مالين فيكم ما شاء الله. شحال بكم انتم جيتوا في البعثة ديالكم من الجزائر؟ لا تقريبا الممثل الوحيد جيتي الممثل الوحيد ممثل كحرفي وليس كرئيس غرفة رسمية لا جيتي كحرفي نعم وجيتوا بزاف ديال الحرفيين من الجزائر؟ لا حرفي واحد فقط جيتي بوحدك مرحبا بك. كان المفروض يحضروا مجموعة لكن نعم. أول مرة كتزور هذا المعرض وأول مرة كتزور المغرب؟ كان لنا الشرف لأول مرة نزور مرة مكناس ولكن زرت المغرب عدة مرات وشاركت في معرض في 2003 في إرفود نعم في معرض الفلاحي على ما أظن على أين في إرفود وبالمغرب نعم. مرحبا بك دائما سي مولاي عمر عبد المجيد. تكلمنا ربما على المنتوجات اللي عندك انت اليوم عارضها في الرواق. نعم بالنسبة للمشاركة تاعي تمت بمشاركة بعض المنتوجات ولو أنها قليلة يعني ما مش عدد كبير ولكن طريقة العمل تاعي أنا متخصصة في مشتقات النخيل. مشتقات النخيل. النخيل. نعم. كل التجارب تاعي يعني مشتقات النخيل ربما نوضحوا حتى للمستمعين هذه الكلمه نعم. مشتقات النخيل. مشتقات النخيل يعني احنا نعرفها منذ القدم ان الحرفي يستعمل يصغل الجريد والسعف النخيل وغير ذلك في القبعات في عده مهن تطبيقيه يستعملها في الحياه نعم. اليوميه لكن احنا زدنا طورناها الى انتقلنا الى عمليه النحت خشب النخيل. وهو خشب النخيل هذا يختلف عن الخشب العادي والمعروف خاصة في كل أنواع الخشب يعني المعترف بها في ميدان النحت. لكن خشب عنده مميزات خاصة من حيث التركيبة من حيث الصلابة من حيث يعني الأطال اللي يتركها فيما بعد أثناء إنجاز العمل. فالحمد لله كانت مبادرة مليحة وبدينا نتعمق في هذا الميدان وهي استغلال القطع هذه القطع الخشبيه او البقايا تاع الجريد الى وسائل يعني تحف فنيه ممكن نستخدمها في التزيين وممكن حتى كأتات في المستقبل ان شاء الله. ولكن الشيء الذي ابهرني هنا في هذا المعرض ان وجدت ان الزخرفه الاسلاميه باسسها قواعدها العلميه البحته هذا جعلني ان شاء الله ان راح يكون لها تاثير كثير على الاعمال الفنيه المقبله ان شاء الله ان شاء الله وان شاء الله ربما لاش لا تشارك في دورات اخرى من هذا المهرجان ان شاء الله. وهذه ثلاثه من دابا واحد شويه غنلقاو 30 ان شاء الله ان شاء الله يا كسي مولاي عمر والسي علي
نعم يعني نعم. ما بقى ولا الوقت كدوز ودغيا الوقت كت تماما كت تماما كت تماما كي كنقولوا وغادي نرجع عندك السي بلغازي. نعم. تكلمنا شويه على تجربتك في الصناعه التقليديه. نعم. كيفاش بديتي في المسار ديالك؟ نعم 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 يعني شنو نقول لك، كنت البيت ديالنا في مكناسة الزيتون، الدار ديالنا كانت قبلت واحد المعلم من الفنانة الكبار. نعم. رحمة الله عليهم، هو والأب ديالو بن سالم اليازغي. نعم. وكنت يعني كان عنده واحد النموذج ديال المقرنصات في باب المدخل. نعم. ديال المعمل مصنع النجارة ديالو، وكنت نوقف قبالت هذاك الليزار ديال المقربس ديال المقرنصات، وكنشوف هذا الفن، هذا المبدع، هذا الفنان المغربي السي بتكر في الهندسة، لأنني أنا أعتبر الصانع التقليدي أعتبره عالم وفنان من بعد ما شفت أنه هو الدراسة في هذه المقرنصات، الدراسة في الساعة المائية ديال البعنانية، صناعة الأسترولاب كذلك، لأنه ما يعادل الجي بي إس هو اللي صاغبو الصناعي. عرفت ديك المهارة ديالو، كنت فحاولت بعد نوبات في الصيف تنقعد حدا الصناع وتنعاونهم، وحتى يهز القوبيات يقول لي هاكي تكسر، هاكي ترشق، هاكي دير، هاكي تقبط الموش. هذا هادو كلمات تقنيه اللي ما نفهموش. نعم نعم سي دي زوتي هما اللي عرضنا. من بعد يعني حاولت ندير دراسه على النجاره الفنيه، حاولت درت دراسه على النجاره الفنيه، والحمد لله توفقنا في عده مشاريع كبرى اللي اشتغلوا فيها 650 صانع حرفي، مثلا كقصر بيان بالكويت، وتوسيعة المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة اللي اشتغلنا على 27 قبة متحركة، سي دي كوبول كي زوفغ افيك ان غومود كونترول، وهذا المشروع هو اللي ساعدني على تحقيق الحلم ديالي لتهيئ اول متحف خاص بإفريقيا. نعم. وصنف على يد المجموعة اليونسكو بأنه أكبر متحف خاص بإفريقيا، هذا يشرفني، وكان السبب هو الخشب. أنت يعني أنت نقدر نقول السي بلغازي أنت معلمة الله يبارك فيك. شكرا شكرا. مدينة مكناس والجهة والمغرب. شكرا. لما شكرا. تمشي يعني مثلي تمشي في الخليج وتمشي لدول أخرى وتمشي. نعم. المقام النبي وتمشي يعني. نعم. يعني هذا شرف شرف للمغرب والمغاربه او لا صحيح. هذا شرف للمغاربه يعني. انا تفاجات كي قال كنت احنا سمعنا في الاخبار القديمه. نعم. ان قاموا بالتزيين تزيين. نعم. الحرم المكي والنبوي. نعم. والحمد. نعم. لله كان الشرف ان كان يحضر معنا المعلم والحرفي، هذا فخر لنا ان شاء الله. نعم. وغادي احنا دائما في المعرض الدولي للخشب في النسخه ديالو الثالثه، وغادي يلتحق بنا مره اخرى السيد رئيس الغرفه. قبل ما يلتحق بنا نودعوا الصديق ديالنا علي زيان، باحث في التراث المادي واللامادي وايضا عارض. شكرا اخي على الاستضافه الكريمه، وكنتمنوا التوفيق ان شاء الله المعرض، وكنطمحوا على انه يكون اكثر دوليه ان شاء الله بالانفتاح على الصناعه التقليديه والنقش في شرق اسيا باذن الله. ان شاء الله. شكرا. السنه المقبله غادي نكونوا في شرق اسيا باذن الله. ان شاء الله. شكرا لك علي زيان، ويرتحق بنا مره اخرى عبد الملك البوطين، هو رئيس غرفه الصناعه التقليديه. انا دخلت للصناعه من 78. نعم. وتلمت على واحد العدد ديال الحرفيين الكبار، واحد العدد الاعلام، والحمد لله انه كانت استمارة تيشرفنا على اننا دائما صناع تقليديين، نفتخروا بهذه الحرفه ونفتخروا باننا صناع تقليديين، والحمد لله دائما حطتنا في اماكن اللي هي جد مرتفعه، اماكن. نعم. اللي هي الحمد لله عندها وزن، وكل شيء بالحرفه وكل شيء. وهنا بالحرفة. وهنا فين كتقول واحد المثل الاساسي اللي معانا، الحرفه الى ما تستر، وهذه صراحه ربما تزيد في العمر. نعم اكيد. هذا ربما تزيد في العمر الصراحه، الله اللي ما فهمتهاش في المثله، ولكن على اي نحن دائما على هذا. قبل ما نودعوا السي عبد الملك البوطين ونودعوا
الأستاذ اللي معنا سي بلغازي وأيضا سي مولاي عمر عبد المجيد اللي جانا من الجزائر. نذكركم أن احنا كنتواجدوا بفعاليات المعرض الدولي للخشب بمدينة مكناس بفضاء سهري السواني، حضور جماهيري كبير. صافي بليزير أنا نشوفوا الناس جايين من فاس، جايين من مكناس، جايين من مختلف المناطق، ولو أن اليوم كاين البرد، اليوم كاين الشتاء، كنشوفوا الناس حاضرة بهذا المعرض. نذكر سي عبد الملك أن هناك أيضا فضاء للشباب، ربما فضاء لإبداعات الشباب. التكوين هي فضاء ديال معهد فنون الصناعة التقليدية بالنسبة للديزاين وبالنسبة للتلاميذ ديال التكوين المهني اللي هما دايرين بعض التحف اللي هي ممتازة وتستحق التشجيع. نعم، أيضا كنشوفوا هنا الستاند ديال الحرفيين اللي هما تيقراو في الواي في بي تي، يعني كيقراو في المعهد التكوين المهني. على أين كنتمنى التوفيق للجميع، وكنتمنى التوفيق لهذا المعرض، وكنتمنى التوفيق أنني شغوف أنني كنتواجد مع هاد الناس. شكرا، التوثيق أنني حاضر معكم ضمن فعاليات المعرض الدولي للخشب بمدينة مكناس. نذكركم نتوما اللي كتشاهدونا مباشرة من خلال صفحتنا على الفيسبوك سعداء بلقياكم، تحية كبيرة لكم، نتمنى أنكم نتوما اللي كتستمعونا أيضا استمتعتوا معنا من خلال هاد الحلقة. هكا كنكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم من برنامجكم فاس معنا. يوميا كنتلقوا بكم من 2 الجمعة من 3:30 ل 5 ديال العشية. نحن هنا من أجل المدينة وخدمة الساكنة. هشام هذا على شهدة كيف العادة، ملقانا بكم غدا إن شاء الله، وإلى اللقاء.